قمة بغداد التي جمعت دول الأضداد الإقليمية بنجاح سبقت قمة معلقة لم تعقد بين الأضداد المحليين، يقول رئيس الجمهورية التي دعا إليها في كلمة له أمس ببغداد، تصريح يؤكد على وجود فجوة محلية سياسية بين جميع الكتل السياسية. دعوة رئيس الجمهورية دوما مرحب بها، وأعتقدها تصب في مسار أن لملمت الوضع العراقي حتى وإن لم نتفق في التفاصيل، فلنتفق على المبادئ العامة: وحدة العراق، سيادة العراق، حفظ هيبة الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، إبعاد السلاح المنفلت، الاحتكام إلى الديمقراطية عند الخلاف. أعتقد هذه دعوة جيدة وممتازة ونحن نؤيدها بقوة. هذه دعوات محترمة، بس احنا اصلا من شهر الواحد اطلقنا مبادرة الحوار الوطني، كان اكو مؤتمر مع القمة، هو مؤتمر الحوار الوطني وحضر السيد الكاظمي، لكن المقصود انه للاسف احنا كنا نريد الحضور ان يكون من مختلف الاطياف، مختلف الموجودين لاعبين رئيسيين بالشارع العراقي. نتمنى ان الان بالانتخابات او بعد الانتخابات يصير في الجلسة واضحة المعالم للجميع، من اجل انه نتخطى هذه الفترة العصيبة. جلسات الحوار مهمة جدا، وانا ارى بانه السيد رئيس الوزراء من اكثر الناس اللي يؤكدون على موضوعة الحوار. دعوات رئيس الجمهورية لانعقاد قمة لتغريب وجهات النظر السياسية لقت ترحيبا واسعا لحل الخلافات العميقة والاتفاق على وحدة وسيادة البلد وحصر السلاح بيد الدولة. نحتاج ككتل سياسية أن تجلس فيما بينها على مستوى عالي، على مستوى الزعامات، أيضا على مستوى أقل من ذلك، حتى تعطي انطباع للشارع العراقي أنه هدف الكتل السياسية من وجودها في السلطة هو خدمة الشعب العراقي وبداية منعرج جديد لعملية سياسية جديدة بعد انتخابات عام 2021. وأكد صالح على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية، ليست هدفا لإنجازه بل وسيلة للإصلاح والتغيير وضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والتلاعب وضمان المشاركة الشعبية الواسعة. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة.